سمع الأنباء بمواسى أسمى الرات صوت أسرع للبرية عن القديس فوجدت مغارة فقرعت بكسارة لعرف من فيها فقل لي يا مبارا بيوت أبقرا فقل لي أبي القديس جيد تكون هنا يا بم وكهن شيه بيوت أبقرا يا مكفن إلى رياء القديسة الطبوية ابنة الملك زينون بيوت أبقرا عن القلة فسألت عن القديس يوحى بقرة يوجد قديس عظيم لم تستحق الأرض ويطى من قدمي يوحى بقرة فأزلني بالخروج بعد صلاة وتسبيح لأبحث عن أيام أخرى كانت بتمام فوجدت مغارة بيوت أبقرة فقرعت على بابها لأعرف صاحبها فكان بمد القلة بيوت أبقرة فقل لي أبي القديس مبارك يا يا مكفن إلى رياء بيوت أبقرة حدثني عن القديس بصلاة القوية يبطل غضب السماء بيوت أبقرة فخرجت من عنده بعد البركة منه وصرت قليلا ادخل يا مبارا بيوت أبقرة فدخلت المغارة كانت بهباء وقار وعيد مضيئة بيوت أبقرة فسألت عن اسمه فكان الأنبا كرز 57 سنة بيوت أشرقت الشمس كان رقد الأنبا كرز لا يقدر الحارة بيوت أبقرة فإذا بنور عظيم على باب المغارة فدخل إنسان منيب بيوت أبقرة
الرأس بنيوت أبا بارا فوعد الله بوعود لحبيب الأنبا فرس تبهر كل محتاج بنيوت أبا بارا فقد نطلب مني يا ابني حبيب فرس قبلني بكراس عنا أجمعين أكسيا Oh.